ستنا اللي جاية من جنوب شرق آسيا، معانا من إندونيسيا المتسابق مخلص لتاسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخلص، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا أنت شفت الحلقات الماضية وأكيد نعم يعني سمعت رأي اللجنة في أدائك واستفدت من الملاحظات. نعم. تفضل أسمعنا وإن شاء الله تكون مخلص ومتقن في أدائك. إن شاء الله. تفضل. محمد سيد الكونين والثقلين. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ودلوقتي أعلن عن صاحب المركز الأول في مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب المركز الأول هو صاحب المركز الأول والفائز بخمسين ألف ريال سعودي هو مخلص لتاسي من إندونيسيا. جزاك الله خير الجزاء. شعورك ايه وانت حاصل على المركز الاول؟ مش مصدق والله. 50,000 ريال يا مخلص. نعم. ولقب مداح الرسول ده الاهم. كبير جدا والله. اهتم بيه. والله يعني اشكر اولا اشكر الله سبحانه وتعالى وثان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا اشكر لابي وامي يعني اللذان يشاهداني مسابقتي هذه عن بعد. وأيضا أشكر لأساتذتي وأصدقائي في إندونيسيا الذين شجعوني ودعموني في المشاركة في هذه المسابقة المباركة. وأيضا يعني أشكر لجميع أصدقاء هنا في مصر والمشايخ أيضا. وأشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. ألف مبروك.